مساء الخير يا شباب، واهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن راينا وتجربتنا ومراجعتنا لفورزا هورايزون 5. اطلاقه فورزا هورايزون 5 بتمثل واحده من افضل اطلاقات العاب السباقات على مر التاريخ، من حيث الجوده اللي بتقدمها اللعبه في كل جنب منها، ومن حيث الاثر الايجابي اللي بتسيبه في كل مره بتقفل فيها اللعبه عشان مضطر تقوم تنام او تروح الشغل او تنزل درس، وده بعد تجربه اكتر من 50 ساعه لعب. من تاريخ السلسله لاي حد جرب اي جزء من الاجزاء اللي قبل كده هيعرف ان فورزا هورايزون بتقدم اكتر تجربه بتحتوي على محاكاه ممزوجه بالاركيد، واللي بيضيف متعه لالعاب السباقات ويبعدها عن ملل العاب المحاكاه. الجزء الخامس بياخد الاثر الايجابي ده للسلسله وبيعلي عليه من حيث الجوده في كل اشكالها، من حيث الجرافيكس والجيم بلاي وعالم اللعبه المفتوح ومليان انشطه. فتعالوا بينا نشوف الجزء الخامس والمميزات والعيوب الموجوده فيه. انا مصطفى عبد القادر ودي مراجعتي لفورزا هورايزون 5. على غرار الجزء الثالث اللي كان في استراليا والرابع اللي كان في بريطانيا، فالجزء الخامس بياخدنا للمكسيك اللي بيتم تقديمها بشكل مبهر جدا ومتنوع من حيث البيئات والمهمات. فانت مش بتبدا اللعبه كمشارك في احتفالات الهورايزن فيستيفالز، انت كمان بتساعد في انشائها وتقديمها من خلال سباقات مختلفه في انحاء الخريطه. لعبه فورزا المره دي بتقدم هورايزن شابترز مختلفه عن بعضها، كل شابتر فيهم بيكافئك بنقط تسمح لك تفتح سباقات جديده، وده في حد ذاته ممتع جدا لانه بيبعدك عن خطيه الاحداث او ان اللعبه تجبرك على سيناريو موحد تمشي فيه، والنتيجه انك تقدر تعمل اي حاجه بتحبها من بعد مقدمه اللعبه. فكره العالم المفتوح اللي بتقدمه فورزا وكميه الانشطه والسباقات المتاحه مش جديده علينا، حتى اللي ما لعبش اكيد سمع عنها، بس اللي بيقدمه الجزء ده انه بياخد التفاصيل دي لمستوى اعلى واحسن من قبل كده، من سباقات للسرعة في شوارع المدينة لسباقات في الصحراء والمغامرات اللي في الأدغال. ده طبعا غير العالم المفتوح اللي تقدر تتمشى فيه وتتسلى في الدريفت زونز أو السبيد ترابس أو البوردز بتاعت الإكس بي والفاست ترافل، واللي موجودة بأعداد كبيرة ومتنوعة، غير عربيات بارن اللي بتدور عليها، ودي كلها أنشطة معروفة من قبل كده. الجديد هنا النشاط زي الستوريز اللي بتقدم مهمات مختلفة بشخصيات جانبية مختلفة، وبتقدم ما بين 9 ل 18 سباق متنوع في كل ستوري منهم، وعشان أكون صريح مش كلهم بنفس المتعة وهتزهق لو عملت كتير منهم في مرة واحدة. من الحاجات الظريفة والمهمة برضو في بداية اللعبة انك بتختار شخصيتك سواء ميل او فيميل، وبتختار صوت ليها، واللي بيساعد بنسبة كبيرة جدا في حوارات اللعبة، وتحس ان ليك شخصية بتتفاعل مع اللعبة بدل ما بتسمع بشخصية خارصة. اي نعم الحوارات في اللعبة تعتبر ملهاش لازمة من الاساس غير توضيح وشرح حاجات جديدة في اللعبة، انما بعد كده هي حرفيا عبارة يلا نلعب السباق ده، يلا نكتشف المكان ده، يلا نجرب العربية دي وما الى ذلك، بس هو في الاول وفي الاخر عامل جو كويس. نقطة تانية وهي الشوكيس ايفنتس، ودي بتبقى السباقات الضخمة او المميزة لسلسلة فورزا عموما واللي بتسابق فيها طيارة او قطر او غيرهم، متقدمة بشكل حلو جدا كالعادة، بس مش عشان هي ممتعة او فيها اختلاف، بس عشان اللعبة نفسها ممتعة وعبقرية في اللعب والتقديم. واحنا لحد هنا يعتبر خلصنا تقديم للعبة، فتعالوا نتكلم شوية عن الجيم بلاي. بس قبل ما نخش في تفاصيل الجيم بلاي ما تنساش تعمل لايك، ولو انت جديد اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واحدة من اكتر مميزات لعبة فورزا هي الميكانيكس او اسلوب اللعب اللي بتقدمه وما يحتوي من متعة، فمهما كان نوعية السباق او العربية او النشاط فانت ماسك الكنترولر وحرفيا مستمتع، وده اللي بيعمله فريق تطوير ناجح زي بلاي جراوند، وهو انه بيبني لعبة على اساس انها تبقى فان تو بلاي، انا بلعب عشان استمتع واتبسط وانبهر وابعد عن الروتين والملل بوجود اختيارات كتير وتجارب وانشطة وعربيات كتير من كل الانواع. وكمان نقطة مهمة جدا وهي الجوائز بعد كل سباق، ونظام البروجريشن سيستم او التقدم في اللعبة مرضي جدا عكس العاب تانية تلعب بالاسبوع وتاخد باكات تعمل لها كوكسل في الاخر. مود الاونلاين كمان بيقدم انشطة ممتعة جدا عكس السنة اللي فاتت، مش محتاج في بي ان في مصر، فتقدر تلعب مع اصحابك او لوحدك سواء سباقات بكل انواعها او العاب زي دراج او دريفت او سيركت او سبرنت او حاجة زي اليمينيتور، وده مود باتل رويال في 72 لاعب بيخلص لحد 11 لاعب بيبدأ بينهم سباق بيكسبه ليوصل لخط النهاية الاول. الا ان المشكلة الوحيدة في الاونلاين هو ان اي جيم فيه فريقين ضد بعض الماتش ميكنج مش بيكون منصف، واحيانا فريق بيبقى اكتر من التاني. فكرة مقدمة اللعبة بتجربة واحدة من افضل العربيات في كل نوع بتحفزك مجرد ما تبدأ انك تلعب وتحوش عشان تشتري عربية احدث وقابلة للتعديل اكتر عشان تنافس احسن وتكسب اسرع عشان تشتري عربيات الاند جيم.
نقلة اللعبة للمكسيك قدم بيئة مبهرة لأن الخريطة واسعة ومليانة أنشطة وسباقات في كل شبر فيها، وتنوع البيئات من الجبال للصحاري والشواطئ والمستنقعات لقلب المدينة غير المعالم السياحية، وكل ده متقدم بشكل متقن ومليان تفاصيل بتستغل إمكانيات جهاز الإكس بوكس لأحسن درجة. زي ما الجانب الصوتي ليه من الإتقان ما يستحق الإشادة في لعبة بالحجم ده، حدث ولا حرج عن جمال الأصوات فيما يخص العربيات واختلاف كل محرك عن التاني أو حتى تفاصيل البيئة المحيطة. اللعبة بتقدم اختيارين في بدايتها وتقدر تغيرهم في اي وقت من السيتنج، هما نمط الجودة او الكواليتي مود، وده بيقدم دقة 4K مع دعم وتعزيز كامل للرسوميات عشان يطلع اجمل صورة ممكنة ولكن شغال ب 30 فريم بير سكند. والاختيار الثاني نمط الاداء البرفورمانس مود، برضو بيقدم 4K مع دعم 60 فريم بير سكند على حساب الرسوميات. في النهاية فورزا هورايزن 5 مع أكثر من 530 عربية متاحة للتجربة وعالم مفتوح مبهر وتفاصيل متقنة بالشكل ده تستاهل تترشح للقب لعبة السنة بدون مجاملة. ده كان رأينا ومراجعتنا للعبة، لو انت لعبتها ياريت تشاركنا رأيك في التعليقات، ولو محتاج تفاصيل أكثر سواء عن فورزا أو أي لعبة تانية ممكن تشوف مراجعتنا المكتوبة في الديسكريبشن ورابط الموقع اللي ممكن تتابع منه آخر أخبار الفيديو جيمز. كان معكم مصطفى عبدالقادر، ولحد ما أشوفكم في فيديو جديد، سلام.